أوقفت مؤخراً قوات الدفاع والأمن الوطني مجموعة من المتسلين إلى مناطق ذهب إقليم بركو، وقام حاكم الإقليم أنغارو أحمد عبيدو بتفقد أحوال هؤلاء الموقوفين. التفاصيل مع بحر الدين عبد الشافي أدود. على بعد 350 كيلومترا من مدينة فايا وبالتحديد في بئر غوري، تمكنت قوات الأمن والدفاع بإقليم بركو من إيقاف مجموعة من المحربين والمتسللين إلى أماكن الذهب، يقومون بالتسلل من يوم إلى آخر إلى أماكن الذهب، والذي يبلغ عددهم 260 شخصا وعشر سيارات من نوع تويوتا رباعية الدفع. وبهذا الخصوص فقد قام حاكم إقليم بركو غارو أحمد أيجو بزيارة ميدانية لهؤلاء المتسللين من أجل تفقد أحوالهم. وبعد زيارته فقد أوضح الحاكم بأن هؤلاء المجموعة الذين يقومون بالتسلل لا يقع على عاتقهم المسؤولية، بل تقع على عاتق من يقومون بتحريبهم، وأن الحكومة قد وضعت كل التدابير من أجل منع هؤلاء المتسللين، ولكن أصحاب النوايا السيئة يقومون باختراق القوانين من أجل الوصول إلى أماكن الذهب بالرغم من الوصايا والإرشادات التي أعلنتها الحكومة لهؤلاء المحربين. ولكن مع الأسف الشديد كل هذه الوصايا لن تجد آذانا صاغية، بل ذهبت إلى الأدراج. موضحا الحاكم بأن هؤلاء الذين يقومون بالتهريب هم فئات لا تحترم القانون، وأن الحكومة ستطبق عليهم أقصى العقوبات ولن تسمح لهم لاختراق قوانين الدولة.